الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أجدد لكم التحية مرة أخرى، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية التراثية المتميزة التي شاهدنا بها التحدي والمنافسة بثاني أيام هذا المهرجان الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة الشوط 17 للحقائق بكار ينطلق من مسافة 4 كيلومترات، هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول مع هذه الشعارات المندفعة والمتواجدة والمشاركة في هذا التحدي متواجدة في هذا الميدان، متنافسة في هذا الميدان، منطلقة من أجل الإنجاز. نتابع المنافسة ونتابع التحدي، نتابع المركز الأول، تتواجد الظبي لحمد بن راشد بن محمد الزبداني المري ينطلق مع البداية، يتواجد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع المتواجدة هنا منهج لفهد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، بينما المركز الثالث التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني وصلت فخر ووصل بن حفار، قادما لنا فخر علي بن هادي بن علي بن حفار المري يقدم لنا فخر التي تحتل المرتبة الثانية. انتقل مباشرة مع صاحبة المركز الثالث حيث تتواجد وطن لحمد بن سعد بن حمد النابت المري، يتقدم مشاركا منافسا متواجدا في هذا التحدي، بينما هناك التحدي مع منهج لفهد بن ناصر بن سالم بن فهيد مكسور تتسلل إلى المركز الثالث. المركز الرابع القادم عهد وقادم حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري يتقدم في هذه المنافسة. المركز الخامس تتواجد بلشة لحمد بن علي بن محمد بن عويضه العذبة يتقدم مشاركا في هذه المنافسة متواجدا. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة التي تشارك في هذا التحدي في هذه المنافسة المميزة. ونهني ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز حماية في شلف الحقائق البكار، ونهني محمد بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان الغفراني على فوز مستحيل في خنجر الفض الحقائق القعدان، حمد بن عبد الهادي بن ناصر بن هدوان المري نجوم هذه الأمسية بن هدوان والمسند حققا هذا الرمزين في مساء هذا اليوم. نتابع المنافسة، نتابع التحدي، نتابع هذه الشعارات، البداية مع انطلاقة عهد التي بدأت تتسلل بدورها إلى المقدمة وإلى الصدارة. حمد بن سعيد بن علي الجربوع المري يتقدم مشاركا منافسا في هذا الانطلاق، ولكن وصلت مراويس عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري يتقدم مشاركا من أهالي ميدان الشهيد من أهالي دولة الكويت الحبيبة منافسا في هذا الشوط. المركز الثالث تتقدم بهذه اللحظات الجزيرة ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، ورابعا وصل هنا بن شابل مع الضبي، يتقدم حمد بن راشد بن محمد الزبداني المري مع الألف ومئتين متر الأخيرة التي تفصلنا عن السيارة. خامسا تتقدم خود لراشد بن حسام بن راشد بن عبد الله الزعبي. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس النجوم المنطلقة. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، السيارة تنتظر، السيارة يا بن جهيم، السيارة يا بن شابل، تحرك الشعبي أو الزعبي، تحرك مع هذه الشعبية الكبيرة التي تراغب خود، الاسم الكبير، الاسم المميز لأهالي ميدان الشحانية، تحركت خود، راشد بن حسام بن راشد، الزعبي يتقدم مع خود، قادمة في هذه المعركة الطاحنة من أجل خطف الناموس، بن شابل على المركز الثاني، يقدم لنا الضبي حمد بن راشد بن محمد الزبداني المري، وثالث المراويس تتقدم مراويس، يلا يا عبد الله يلا، عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري، ورابعا تتحرك مغر راشد بن محمد بن علي الشيبه المري، وصل وفاجأنا مع اللحظات الأخيرة، ولكن خود على البداية، مغر على المركز الثاني، مراويس على المركز الثالث، الضبي على المركز الرابع، منافسة شيقة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار، معركة
المعركة من أجل السيارة. الزعبي في البداية، الشيبة على المركز الثاني، بن جهيم على المركز الثالث، ولكن خود واللحظات الأخيرة، خود ومغر وخود المنافسة مع اللحظات الأخيرة. راشد بن حسام بن راشد الزعبي مع خود على المركز الأول، خود تحقق هذا الإنجاز. سلام للزعبي، سلام، تهانينا لسعيد بن راشد الزعبي الماهر ينتزع الناموس. تهانينا لراشد بن حسام بن راشد الزعبي على فوز خود بناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصلت الظبي مغر لراشد بن محمد بن علي الشيبه المري المركز الثالث. المركز الثالث مراويس لعبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري. المركز الرابع المرونه لجبر بن جاسم الربيعه بن عيسى الكواري. المركز الخامس الظبي لحمد بن راشد بن محمد الزبداني المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا المنافسه والتحدي في معركه هذا الشوط الطاحنه من اجل الناموس ومن اجل الانتصار. فكانت خود حاضره متوجه بناموس هذا الشوط محققه هذا الانجاز مع خود التي انتصرت وحققت ناموس هذا الشوط. 5 دقائق 59 ثانيه جزءا وحيدا من الثانيه. تهانينا وناموس لراشد حساب راشد الزعبي على فوز خود في المركز الاول، وتهانينا للماهر سعيد بن راشد الزعبي من تابع خود الى خط النهايه معلنه الفوز وناموس. مغر على المركز الثاني 6 دقائق بدون ثواني جزءا وحيدا من الثانيه. تهانينا وناموس لراشد محمد بن علي الشيبه المري على فوز مغر في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت في المركز الثالث شعار بن ربيعه. المركز الثالث وصلت المرونه 6 دقائق ثانيه وحيده بدون اجزاء من الثانيه. تهاني وناموس لجبر بن جاسم بن ربيعه بن عيسى الكواري على فوز المرونه في المركز الثالث. تهاني وناموس لجبر